ونحن نمضي الآن لنتعرف على بعض أبرز تلك الطرقات والأحياء الشعبية القديمة في القاهرة. ما زلنا نغذ السير حتى نصل إلى شارع محمد بيك الألفي. أنت تقول إن فيه آثار حول المنطقة هذه؟ أيوة حضرتك، العماير ديت أيوة الخديوي وتوفيق اللي بناها. أيوة هذا إذن شارع محمد بيك الألفي. سنوجه طيبة، نمط الشاورما دجاج مع السلطة، هذه الشاورما الفرنسية. وهذا شارع أحمد عرابي كما هو واضح. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بما أننا الآن فوق كوبري 15 مايو في العاصمة المصرية القاهرة، تمتاز مدينة القاهرة بالكثير من المباني القديمة. ونحن نمضي الآن لنتعرف على بعض أبرز تلك الطرقات والأحياء الشعبية القديمة في القاهرة. ويبدو من بعيد ميدان محمد طلعت حرب. في طريق إن شاء الله إلى أحد أبرز الشوارع الشعبية في القاهرة، وهو شارع محمد بيك الألفي. تنتشر أيضا محلات الحلويات كما هو باين الخلف. أسواق شعبية عامة. بيد الرئيس. بدل. ما زلنا نغذ السير حتى نصل إلى شارع محمد بيك الألفي. لاحظ هذا المبنى الذي أعتقد أنه يعود لأكثر من 100 عام. زحمة القاهرة خاصة أن هذه ليلة الجمعة. وأخيرا وصلنا إلى هذا الطريق، طريق المشاة، شارع محمد الألفي بيك، مشهور بالمطاعم والمقاهي. وبما أننا في شارع محمد بيك الألفي،
نتعرف على احد حبايبنا المصريين، اسمه الكريم سامي الصباحي. حياك الله. الله انت تقول ان فيه اثار حول المنطقه هذه. ايوه حضرتك، العماير ديت ايوه القديم التوفيق اللي بناها ايوه بنى المنطقه ديت. نعم. وهو كان حتى الاستراحه بتاعته كان في منطقه الاوبرا. ايوه. وبعدين هو بناها وعمل مصر الحديثه. الناس ديت العيله دي عملوا مصر الحديثه. يعني البنايه هاي تقريبا كم عمرها هذه؟ كم تقريبا؟ يعني 860 860 سنه. 800 من 860. ايوه يعني بالتاريخ دوت هو بنى مصر يعني. جميل جميل. يعني الحمد لله رحمه الله عليهم يعني. تسلم تسلم. وانت مشرف القاهره الله يخليك. القاهره بيكو غاليه يعني. بارك الله فيك. الله جزاكم الله خير. الله يخليك. حياكم الله. حياك الله. نلقاكم على خير. السلام عليكم. هذا إذن شارع محمد ليك الألفي. تقريبا مخصص للمشاة، كما هو واضح لا تستطيع السيارات الولوج إليه. أخويا بنكة يا عم. أحاول إن شاء الله أن أجد مطعما لتناول بعض الوجبات الموجودة هنا إذا استطعت. هذا إذن منتهى الطريق محمد الألفي، وأمام هذا المطعم ربما أقف وأتناول الوجبة. إذن الآن إن شاء الله وقفت في هذا المطعم وطلبت شاورما دجاج تسمى بالشاورما الفرنسية. هذه الوجبة. هذه السندويتش بسم الله الرحمن الرحيم. طيبة، سندويتش طيبة. نمط الشاورما الدجاج مع السلطة. هذه الشاورما الفرنسية. هذه بعض نماذج المباني القديمة في القاهرة. كما حكى أحد المصريين أنها ربما تعود لأكثر من 150 إلى 200 سنة. واسم هذا الشارع نجيب الريحاني. هذا شارع أحمد عرابي كما هو واضح. هذا أيضا مبنى من المباني القديمة في القاهرة.